أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج شخصيات مضيئة. مشاهدينا في كل أنحاء العالم، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج شخصيات مضيئة. الحقيقة النهاردة بيشرفني أني أتقابل مع أول عمدة من خلفية مصرية حول العالم تم تعيينه كعمدة لبلدية ماريكفيل عام 2004، الأستاذ موريس حنة. الأستاذ موريس حنة ولد في الأسكندرية عام 1943 وهاجر إلى القارة الأسترالية عام 1966 وذهب إلى مدينة ملبورن وعمل في أحد المصانع، مصانع السيارات، مصانع فورد، ثم عمل في مجال البريد وعمل أعمالا حرة أخرى إلى أن أتى إلى مدينة سيدني وتزوج من السيدة طيبة الذكر السيدة مارغريت حنة التي تعتبر شقيقة سير نيك شحاتة الذي تزوج من السيدة ماري بشير الحاكم العام لمدينة سيدني. الأستاذ موريس حنة هو رئيس الغرفة التجارية في مدينة سيدني منذ عام 2006. حصل على وسام الملكة إليزابيث عام 2006 وتم تعيينه كعمدة لبلدية ماريكفيل عام 2004 2005 2006 2007، ثم تم إعادة تعيينه كعمدة لبلدية ماريكفيل عام 2011 و2012. الأستاذ موريس حنة أسس العديد من الخدمات وساهم في تأسيس كنيسة أمير الشهداء ماري جرجس في حي كينزكتون. يسعدني أن ألتقيه لأتعرف على قصة نجاحه. الأستاذ موريس حنة، برحب بحضرتك وسعيد أني أكون مع حضرتك النهاردة في برنامج شخصيات مضيئة. أنا أحب أشكرك جدا يا دكتور عفت، وأشكر قناة أغابي على اللي قدموا قناة الأغابي للمصريين اللي موجودين هنا، اللي احنا بعدين عن مصر ودايما نبص على قناة أغابي عشان نعرف ايه اللي ماشي في مصر ونتفرج على البرنامج اللي بتحصل مصر. واشكرك جدا على وجودك النهاردة عشان تعمل لي انترفيو، وتعبك وبجد يعني مش قادر اقدر شكرك زي دكتور. ده شرف لينا، شرف لينا استاذ موريس. استاذ موريس حنة، عايز اتكلم عن النشأة في مدينة الاسكندرية عام 43. كلمنا عن النشأة، عن الوالد. الحقيقة لما عرفت ان حضرتك سميت ابنك البكر على اسم والدك، ده نوع من الولاء، وحسيت فعلا بولائك للوالدين المباركين اللي احنا معانا صورة ليهم، يمكن عشية سفرك لأستراليا سنة 66. انا بالطبع في اسكندرية، كنت ساكن في إبراهيمية، وكانت أياميها اسكندرية مليانة من جميع أنحاء العالم، كان كله قاعد في اسكندرية، إذا كان لبنيز ولا جريج ولا طلاينة ولا أرمل، اسكندرية كانت معروفة، اسكندرية بلد جميلة كل عارف. وبعدين بابا كان عنده منزوير حلات ملابس في اسكندرية رجالي، وكان ياما بيقول لي تعالى يعني تعالى تساعد شوية بتاع، بقول لا أنا اللي هيشغلني في المنزوير. جيت هنا لقيت في المنزوير. كلمنا عن الوصول. أكيد المهاجر الجديد لأستراليا بتواجهه كثير من التحديات. حضرتك هاجرت أستراليا سنة 1966، يعني 3 سنين قبل تأسيس أول كنيسة قبطية في أستراليا سنة 69. حضرتك هاجرت إلى ملبورن الأول وعملت في شركة فورد وعملت في مكتب البريد وعملت برضو في أحد المزارع،
وحضرتك ليك قصة شهيرة مع أصدقائك اللي اشتغلوا في المزارع، ومن هنا كانت البداية والانطلاقة للعمل الدؤوب اللي وصل حضرتك إنك تبقى عمدة بلدية مارجفيل في يوم من الأيام. اللي حصل لما جينا هنا هوت كان زمان مش زي دلوقتي، ما كانش حد بيستناك في ال احنا جينا انا جيت بالطياره بالمركب اكيلا لاورو، كانش حد بيستناك في المطار، ما فيش مصريين خالص. بعدين لما نزلنا في ميلبون انا قابلت واحد معايا في المركب كان اسمه فاروق، فتعرفنا على بعض وقلنا ننزلوا نسكنوا مع بعض، فنزلنا سكننا في كارتون. بعدين تاني يوم قلنا نروح ندور على شغل، فروحنا دورنا على شغل فلقيت شغل في البوسطه. بعدين قلت له فاروق انا لقيت شغل بوسطة، هو كان راح يدور في حته تعالى انت برضه، فبرضه نفس الحكايه. وبعد حوالي اسبوعين واحد ضرب لنا تليفون من شركه فورد، قال لنا ده فورد بتدفع اكتر، وكانت فورد ديت في جيلونج، فتعالوا جيلونج هتاخدوا اكتر. يعني اياميها بالطبع الواحد لسه جاي كان يعني كان بيدور على الاحسن والافضل، الاحسن والافضل. فروحنا جيلونج ما قالناش ان هي هتقفل، رحنا جيلونج في 15-20 اكتوبر، ما قالناش ان جيلونج في ديسمبر هتقفل من 10 ديسمبر لغايه 20 يناير اجازه الكريسماس. اجازه الكريسماس، فلما رحنا هناك وقفلت الشركه قلنا هنشتغل فين؟ مفيش دخل، مفيش كل المصانع مقفله. فقلنا ايه، سالنا قال مفيش حاجه تروح غير تروحوا المزارع تجمعوا المشمش. فروحت انا وهو وكان معانا واحد ثالث جوزيف صاحبنا، رحنا سافرنا رحنا الشيبرتون رحنا دورنا لقينا شغل في المزرعه دي، مزرعه المشمش، في مزرعه مشمش. والراجل قال لنا تطلع تجيب، يدينا سلم ونطلع نجيب المشمش ونحطه في صندوق، والصندوق تاخد 20 سنت عليه بعد ما تجمعه. كل صندوق 20 سنت؟ كان المرتب ساعتها ما تاخد مرتب كويس كنت بتاخد 45 دولار، ده تقول انا باخد مرتب كويس او 60 دولار بكتير قوي في الاسبوع. فبعد كده قعدنا. بعدين فاروق بيقول لي ده احنا لو هنلم الاصفر ونسيب الاخضر مش هنطلع اخر اليوم ب 4 دولار، فاحنا نحط، قال لي ده الاستيراد، احنا نحط الاخضر تحت ونحط الاصفر فوق. بس فاروق بيشتغل لوحده، انا وفاروق كنا اي حاجه بنتقسمها بالنص. ففاروق جوزيف قال لا انا هشتغل لوحدي. انا وفاروق جمعنا بتاع حوالي 20 صندوق في ساعه. فجي صاحب المزرعه بيقول مين اللي جمع دول؟ فانا وفاروق بنتنزح بنقول احنا الاثنين. قال طب انزلوا، كنا على الشجره انزلوا. جاب واحد قال له اقلب الصندوق يبدا الاخضر يبان، قال انتوا الاثنين اوت. جوزيف بعيد يا عيني في المده دي كلها ما لمش بتاع 3-4 سنين دي، بيقول لنا الراجل ده بيقول لكم ايه؟ قال له تعالى كم ايه؟ قال له ايه؟ قال له انت معاهم؟ قال له طب انت كمان بره. بس فبعد كده هوت فاروق بالطبع انا وفاروق قلنا برضه هنقعد في المزارع. جوزيف قال لا انا خلاص انا راجع ملبون. رحنا مزارع تانية واشتغلنا على، اتعلمنا بقى الدرس، اتعلمنا ان الاسترال فاهمين ولازم يكون في امانه في كل حاجه دي. يعني ادتنا درس في منتهى الجمال. واشتغلنا في المزارع بتحوالي شهرين ما كانش في اي كومبلين. رجعنا ملبون، فاروق قال لا انا مش قاعد هنا في استراليا انا هرجع مصر. قلت له تعالى يا فاروق نروح سيدني، لو ما تعجبناش سيدني انا مستعد ارجع معاك. قال لي لا 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 خلاص. هو راح ركب الطياره، رجع يوم بالطياره، انا جيت هنا سيدني. '68 حضرتك اتزوجت من السيدة الفاضلة ربنا يناح نفسها السيدة مارجريت حنة. والسيدة مارجريت حنة تأتي من عائلة لبنانية
كبيرة الحقيقة، أخوها سير نيك شحاتة اللي الكل الأسترال بيقدروه كإنسان له ثقافته وله الطابع الاجتماعي. الحقيقة أستراليا حزنت حزن شديد جدا على وفاة هذا الإنسان الحقيقة اللي قدم لأستراليا الكثير في مجال الرياضة والمجال الاجتماعي. عرفنا أو كلمنا شوية أستاذ موريس عن الزواج المختلط من خلفية غير مصرية، وإزاي السيدة مارجريت ساهمت في نجاح الأستاذ موريس حنا. أولا إحنا قبل ما يجي الله ينيحه القمص مينا نعمة الله، كنا بنروح نصلي في كنيسة الليبانيز الأرثوذكس، كان أبونا منصور بيدينا الكنيسة قبل هو ما يعمل قداس. كنا إحنا بنروح الساعة 7:30، كنا مجموعة صغيرة منهم الله ينيحه أستاذ أمين صليب، أستاذ أمين صليب والأستاذ شوقي نجيب، فكنا بنروح يعني مجموعة ما يكونوش أكتر من حوالي 8 أو 9، أنا الوحيد اللي كنت يعني عازب لأن كلهم كانوا متجوزين. كنا بنروح نصلي عنده، وبعدين فبعدين مرة أبونا منصور بيقول لنا أي حد عايز يحضر القداس يتفضل يحضر معنا، وبعدين إحنا عاملين حفلة صغيرة كده هوت يعني اللي عايز يقعد معنا يقعد. فبعدين أنا وكان في عيلة تانية قال نقعدوا، فقعدنا يوميها. ده اليوم اللي أنا تعرفت بيه بمارجريت، كان هو اليوم ده بس. فبعد كده تعرفنا على بعض وقعدنا واتجوزنا سنة 68، وبالطبع كان لها فضل كبير في نجاحي إذا كان في الشغل ولا أن أنا انتخبوني في الكنسل. وكانت أيام الانتخابات بالذات كانت أنا عايز أقول للسادة المشاهدين أن حضرتك لم يتم تعيينك، ولكن تم انتخابك من قبل الشعب نفسه، ودي حاجة بتميز. ويمكن اللي بيميز حضرتك أن حضرتك كنت أول عمدة من خلفية إثنية لبلدية ماركفيل، واستمر وجود حضرتك كعمدة أو كرئيس لبلدية ماركفيل على مدار 4 سنين. ربنا أنعم على حضرتك بثلاث أيقونات جمال، ماركوس وسوزان وإليزابيث. إزاي أولاد حضرتك قدروا يتطبعوا بطبيعتنا؟ يمكن كنا بنشوف حضرتك ومدام مارجريت والأولاد دايما موجودين في كنيسة ماري جرجس، ووجود حضرتك كعضو في مجلس الشمامسة تم تعيينك من قبل أبونا المتنيح القمص من نعمة الله، وساهمت أيضا في تأسيس كنيسة ماري جرجس. وحضرتك ذكرت لي قبل التسجيل أن حضرتك كنت بتخدم مع جناب الأب الورع القمص مرقس خلة توفيق لمدة 20 سنة كأمين أمين صندوق لكنيسة ماري جرجس. كلمنا عن إزاي دور الكنيسة ساهم في نجاح عائلة حنا. الحقيقة كنا بنشوفهم كلهم خدام، كنا بنشوف قد إيه عطائكم للمجتمع والكنيسة. هو بصراحة يعني أنا دايما مارجريت من أول ما اتجوزنا وتعودنا إن إحنا نروح الكنيسة عندنا، خصوصا بعد جين المتنيح القمص مينا نعمة الله، وما كنا بنصلي في ريدفن كنا دايما بدأنا لسه نروح لغاية ما اتعملت واشترينا كنيسة. وأنا فخور جدا إن أول كنيسة اشترت برا في ماركفيل كانت هي اللي هي في سيدنم، اللي هي كانت تبعي. سيدنم تبع مدينة تبع المنطقة اللي. تبع مدينة ماركفيل يعني في التبع بتاعي. فكنا يعني فخور جدا ان دي كانت موجودة. نوضح الكلام ده، ان اول كنيسة تم شرائها خارج القطر المصري كانت كنيسة امنا القديسة العذراء مريم والشهيدة العظيمة ريمينا في حي سيدنم، وحي سيدنم ده بيتبع بلدية ماركفيل، بيتبع حي ماركفيل. وبعدين ابونا مينا نعمة الله كان دايما الله ينيحه زيارات مستمرة على البيوت وبتاع، فده اللي شجع أولادي وخلى أولادي. وأنا افتخر وأشكر ربنا إن ابني ماركوس أول واحد اتعمد في كنيسة العذراء في سيدنم. جميل. كان ابني ماركوس. وبعد كده لما أخذنا كنيسة في كينزينغتون جنبي، فبدأنا نروح كلنا مع أبونا إسحاق بدأ،
وبعدين جه أبونا يوحنا ثابت، بعدين بعد كده جه قدس أبونا مرقس. ونشاط أبونا مرقس في الكنيسة، إحنا كنا كنيسة صغيرة، الكنيسة الصغيرة ديت قعدت تكبر تكبر لغاية الكنيسة عندنا دلوقتي، عندنا كنيستين في كينزينغتون في نفس المكان اللي فيه الكنيسة الواحدة. وأنا شايف إن الكنيسة برضو بيشتروا بيوت عشان تتوسع، واشترينا البيت دلوقتي، اشترينا البيت اللي جنب الكنيسة كمان، لأن كل الأباء الكهنة اللي عندنا دلوقتي خصوصا مع أبونا مرقس، مع أبونا رفايل، ومع أبونا تيراسيو، وأبونا كيرولوس، الأربعة بصراحة بيشتغلوا في الكنيسة شغل يعني بيخلي الناس تروح الكنيسة من كتر متابعتهم للأفراد وكل حاجة. يعني نشكر ربنا ان احنا جبنا، مع العلم اياميها كانوا يقولوا هتشتري كنيسة في الايستن سبر اللي هي كينزينغتون، مفيش ناس هناك مش هتعمل، بس الحمد لله نجحت الكنيسة بالطبع بجهود أبونا مرقس، خلى كنيسة نجحت جدا جدا وخرجت لمدينة سيدني مجموعة من الأباء الكهنة والخدام والرهبان أيضا والرهبان. أستاذ موريس حنا، حضرتك تمت يعني انتخابك كعمدة لبلدية مارجفيل عام 2004، وزي ما قلت بتعتبر أول عمدة من خلفية إثنية بيحتل هذه المكانة المرموقة. يمكن كلمة عمدة أو رئيس بلدية بتعني أو تساوي محافظ بالنسبة للمصريين، وفي ميزانية حوالي 100 مليون دولار العمدة والأعضاء بيتحكموا في هذه الميزانية. كلمنا عن دور العمدة ودور رئيس مجلس البلدية في الحفاظ على البيئة وخدمة الشعب. أولا هي اللي جه إن هم إن أنا أرشح نفسي لتاع، كنت انا عضو في الغرفه التجاريه، وبعدين كان اياميها مش معتنيين بالبيزنس خالص، العمده اللي كان قبليه واللي قبليه ما كانوش معتمدين خالص بالبيزنس. فالغرفه التجاريه قالت احنا لازم حد ينزل في الانتخابات علشان نعرف يبقى لنا صوت، وبعدين لقيتهم الاجتماع اللي بعديه بيقولوا احنا قررنا ان انت اللي تنزل في الانتخابات، فاضطريت ان انا انزل في الانتخابات. وبعدين الحمد لله دور العمده بقى، العمدة لازم يخلي باله على كل حاجة صغيرة في الحتة اللي هو فيها. يعني أنا مثلا كنت بخلي السواق بتاعي يرص ياخدني بالعربية مرتين في الأسبوع، نلف على شوارع كتيرة في المنطقة نشوف الشوارع نظيفة ولا مش نظيفة، السكان لو إيه طلباتهم من البلدية، كل اللي في حاجات كتيرة لازم العمدة يعملها علشان تكون بوبيلا عمدة. يا إما المنطقة بتنزل وتنزل، يعني حضرتك ما اكتفيتش انك تقعد في المكتب لكن ابتديت تنزل تتفاعل مع الشعب، وده كان سبب نجاحك. انا اعاد المكتب كان بيكون عندي نادر جدا، دايما كنت انزل، او لو مثلا ما بنزلش كنت اقول لهم لو انت مش قادر تعمل معاد معايا في المكتب، في المكتب انا هكون في المحل من الساعة كذا للساعة كذا، تعالى وانا من غير معاد وانا هشوفك عايز ايه واكتبه وهعمله لك. لدرجة ان كلهم واحد بيقول لي لا ده كويس قوي، ده انا جالك زباين كتير. فبقول لهم لو كل واحد من اللي جه كان اشترى شراب بس ب$6 كنت انا زماني دلوقتي بعمل درايفنج ذا بيجاست روز رويز كار في استراليا. لكن الحقيقة يعني دورك ومحبة شعب بلدية مارجفيل ليك الحقيقة حب منقطع النظير، وشفنا دورك الحقيقة الواعي في تشجير منطقة مارجفيل وتجميل منطقة مارجفيل. أنا مش عايز أنسى يمكن سنة 89 كان لي الشرف والبركة أن أكون مع حضرتك في لجنة تنظيم زيارة قداسة البابا شنودة الثالث الأولى للقارة الأسترالية، وأتذكر جيدا وجودنا مع المتنيح طيب الذكر الدكتور سمير تدرس في قاعة الراوند هاوس في جامعة نيو ساوث ويلز. كلمنا عن تأثير هذه الزيارة، وأنا أعلم جيدا أن حضرتك تقابلت مع قداسة البابا السيدة
الدكتورة ماري بشير تقابلت مع قداسة البابا وكان قد إيه قداسة البابا فخور أن البروفيسور ماري بشير تصل إلى هذا المركز المرموق. والبروفيسور ماري بشير تعتبر واحدة من عيلة الأستاذ موريس حنا. هو بالطبع زيارة قداسة البابا شنود الله ينايحه لأستراليا وخصوصا لسيدني، وخصوصا أنا أقول إن هو زار أول كنيسة اللي هي سيدنم اللي هي في ماريب، كانت فخر لكل حاجة، وكتبت في الجرانين اللي عندنا في ماريب كل جرنان حط صورة قداسة البابا في الصفحة الرئيسية في الجرانين وعلى الزيارة. بالطبع عملت شعور كبير جدا وعرفت كتير من الأسترال عن الكنيسة القبطية، يعني بجد زيارة كانت زيارة ناجحة جدا. وبالطبع سيادتك كنت من المنظمين برضو وشفت كان نجاح الزيارة زي، يعني الواحد ما يقدرش ينكر الزيارة كانت ازاي، يعني كانت حاجة يعني مش معقولة. ونشكر بالطبع قداسة البابا الله ينايحه على الزيارة دي، كانت أكبر زيارة موفقة. وبعد كده قداسة البابا تبعها بالزيارتين بعد كده. الأستاذ موريس حنا، يمكن وجودك كعمدة في بلدية ماريكفيل سلمت الألاف من شهادات الجنسية للمهاجرين. كان زمان الجنسية بياخدها المهاجر بعد وجوده لمدة سنتين أو أكثر في أستراليا، وحضرتك يمكن كنت كل مرة بتسلم شهادة الجنسية للمهاجرين الجدد كنت بتلقي كلمة بتحثهم فيها على حبهم لأستراليا. أكتر كلمة حسيت حضرتك أثرت في الناس اللي استلموا الشهادة أو شهادة الجنسية من إيدك كانت إيه؟ أنا بعد ما تجربتي في المزارع بجد يعني، وأنا بقولها بصراحة يعني، كنت بقول لهم كلمة يعني كل واحد كان بيسمعها كان بيتبسط منها جدا. كنت بقول استراليا اتس لافلي كانتري، اشتغل جامد وكون امين هتوصل للمركز اللي انت عايزه. وضربت لهم مثل، كان اياميها ماري بشير هي الجوفرنر بتاع نيو ساوث ويلز وهي لبنانيه، رئيس الوزراء كان موريس ياما ومن اصل طلياني، وانا بقول لهم والعمده بتاعكم دلوقتي موريس حنا وانا من اصل مصري، ف اشتغل جامد وخليك امين هتوصل للمركز اللي انت عايزه. وحتى اي ميجرانت دلوقتي بيجي استراليا وبشوفه يكون جاي لسه من مصر جديد ولا ما، بيقولي بقول له الكلمه دي، البلد دي بتوصلك للي انت عايزه بس لازم تكون امين وتشتغل جامد. عايز حضرتك تقول لنا توليفه النجاح في المجتمع الاسترالي. يمكن المجتمع الاسترالي مجتمع متعدد الثقافات والحضارات، ويمكن مدينة ماريكفيل أو بلدية ماريكفيل كان بيبقى موجود فيها أكبر عدد من الجنسيات المهاجرة إلى القارة الأسترالية. إزاي بتجد التناغم بين الجاليات الإثنية اللي كانت موجودة في منطقة ماريكفيل؟ أنا أقول بصراحة ماريكفيل فكرتني بإسكندرية زمان، لأن ماريكفيل كان فيها من جميع الجنسيات، الجريج، الطلاينة، اليوغوسلاف، اللبنيز، الايجيبشن، لان المصريين كمان اول كنيسه كانت في سيدنم، واكبر حي جنبيها على طول عشان يسكنوا فيه كانوا بيسكنوا في ماريكفيل، يعني المتنايح ابونا مينا نعمه الله سكن في ماريكفيل قبل ما ينقل. فماريكفيل عندنا احنا بنسموها مالتي كالتشر اريا، يعني كل السكان بيكونوا كويسين مع بعض، ولغايه دلوقتي طول الوقت نشكر ربنا إن السكان دول لسه ماريكفيل برضو فيها من جميع التعدادات وكلهم متعاونين مع بعض وكأنهم إيد واحدة، وما فيش حد بيقول للتاني أنت جريجي ولا أنت طلياني ولا أنت مصري، كلها إيد واحدة وماشية كويسة. المالتي كالتشر ناجحة جدا في ماريكفيل. قبل ما أتكلم أستاذ موريس عن وجودك كرئيس للغرفة التجارية في مدينة سيدني، خلينا نطلع فاصل نشوف مجموعة من الصور اللي بتعكس حياة حضرتك ونرجع نكمل الحديث مع حضرتك. مشاهدينا فاصل ونعود لنستكمل حديثنا مع الأستاذ موريس حنا عمدة بلدية ماريكفيل السابق. انتظرونا.
مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، وما زال حديثي مستمر مع الأستاذ موريس حنا. أستاذ موريس، برحب بحضرتك مرة تانية، ووجود حضرتك كرئيس للغرفة التجارية في مدينة سيدني كان ليه التأثير الأكبر في تنشيط الكثير من الأعمال التجارية، ولا سيما أن حضرتك كان ليك محل لملابس الرجال في منطقة ماركفيل، لكن كنت أيضا بتهتم من خلال عملك بنشاط الجالية أو الجاليات الموجودة في منطقة ماركفيل. عايز أسأل حضرتك عن إيه اللي قدمته لماركفيل في السنوات اللي كنت فيها جالس على كرسي العمودية؟ بالطبع أهم حاجة كانت عندي اللي هي نظافة الشوارع. زي ما أنا قلت قبل كده، كنت دايما بعدي على الشوارع على الأقل مرتين في الأسبوع، كان باخدني رص السواق بالعربية ونعدي نشوف. وبعدين تشجير الشوارع، كنت بحب جدا إن ألاقي شجر في كل الشوارع. الشجر الأخضر لما بيطلع وبتاع بيدي منظر حلو قوي للمدينة، فعملنا شجر كتير جدا في المدينة. وبعدين احنا كالبلدية احنا اللي بنجمع الجربش من الناس، وبعدين احنا بنديهم بين عشان يحطوا فيها الجربش، فكان لازم اللي بيلموا الجربش دي يلموها الناس تحطها بالليل ويلمها قبل الساعة 6 الصبح عشان الريحة ما تبانش. فكان لازم انا الحاجات دي كلها اشوفها موجودة. دلوقتي انت لما تمشي في ماركفيل رود، شوف الشجرة دي موجود في ماركفيل رود، امشي في كل حتة في ماركفيل هتلاقي الأشجار. شوف الشوارع نظيفة ازاي في ماركفيل رود. ونشكر ربنا، ربنا كان بيشجعني وبيخليني أكتر ألف وألف من عشان يعني أخلي ماركفيل من أحسن. والحمد لله ماركفيل نشكر ربنا بقت، شوف أسعار البيوت في ماركفيل كانت كام زمان، وشوف أسعار البيوت في ماركفيل دلوقتي. أعتقد أن يمكن أعلى مبنى موجود في ماركفيل هو 8 أدوار، لكن حضرتك ما ديتش أبروفل أو تصريح لبناء ناطحات سحاب زي المدن التانية أو زي الأحياء التانية، وده حافظ على البيئة الجميلة بتاعة ماركفيل. يمكن حضرتك كنت بتلعب كرة سلة لفريق يوناني وفريق إيطالي في اسكندرية، وجيت هنا برضو مارست الهواية دي، ويمكن حبك للرياضة جعل حضرتك كعمدة بلدية ماركفيل إنك تبني كثير من الملاعب حول منطقة ماركفيل. إزاي الأطفال استفادوا من هذه الإنجازات؟ أولا من ناحية العمارات اللي طالعين 15 و20 و2، أنا كنت ضد دي على طول. أنا قلت ما فيش حاجة ده هتطلع في ماركفيل أكتر من 8 أدوار، وبعد ثالث دور ستيب باك يرجع، والرابع يرجع، الخامس يرجع. يعني لما تبص
من فوق مش في تدرج، مش هتلاقي عماره قدامك 8 ادوار. ولغايه دلوقتي نشكر ربنا ان ماريفيل لسه ما فيهاش اي حته اكتر من 8 ادوار. من ناحيه الملاعب، انا كنت بحب العب الباسكتبول زي ما احنا قلنا، فعشان كده كنت بشجع ان لازم البلديه تعمل ملاعب، تعمل حمامات سباحه. احنا عملنا 3 حمامات سباحه في ماريفيل، في منطقه ماريفيل، عم اقول ماريفيل وستانمون، ما دي كلها مع بعض، عملنا في منتهى الجمال، وعملنا ملاعب باسكت، عملنا ملاعب سوكر، عملنا ملاعب حلواوي، والبلديه هي اللي بتعتني بالملاعب دي. ولما بنيجي ناجرها لنوادي بناجرها لهم بايجار رخيص جدا، عشان كل نادي ممكن ياجره وممكن يدرب فيه ناس. يعني دي حاجه كانت كويسه قوي اتعملت في مريك. الأستاذ موريس حنا كعمد لبلدية ماريفيل وكأحد يمكن النشطاء في مجال الخدمة في الكنيسة، عايز أسأل حضرتك، هل حضرتك راضي على كل ما قدمته؟ ولو أعيد انتخابك كعمدة لبلدية ماريفيل، إيه اللي عايز تقدمه لبلدية ماريفيل من جديد؟ اشكرك جدا يا استاذ دكتور على السؤال دهوت، لان لغايه دلوقتي انا لما بمشي في ماريفيل الناس بتيجي بتقولي مش هتنزل انتخابات تاني، مش هتنزل انتخابات تاني. قلت لهم 22 سنه كفايه، بس انا من بره برضو بشتغل، ولسه اتحطيت من قريب في جمعيه، في لجنه من بتوع الكنسل اللي هي التاسك فور، عشان نبصوا على السمول بيزنس بيبل ونحاول نساعدهم، خصوصا مع الكورونا فيروس دي. بس لسه برضو عمالين بيلحوا عليا ان انا احاول، ان انا عم يضغطوا شويه شويه ان انا انزل انتخابات 2021. بس يعني اظن بعد 22 سنه في الكنسل متهيألي كفايه. استاذ موريس حنا، عطائك للسياسه ولبلديه ماريفيل على مدار 22 سنه الحقيقه كل الناس بتقدره، وشايفين دلوقتي اهتمام حضرتك بالاسره. عند حضرتك 3 ايقونات، ماركوس في سنغافور، سوزان واليزابيث هنا في استراليا. عند حضرتك 5 احفاد، شايفين الاحفاد مليين عليك الدنيا وازاي بتهتم بيهم وتعوضهم حنان وغياب تيتا، لكن شايفين الأيقونة الجميلة الخادمة اللي قدمت للجالية المصرية والمجتمع الأسترالي. بنقدم لحضرتك كل الشكر والتقدير على كل ما قدمته لبلدية ماريفيل وللمجتمع المصري والمجتمع العربي والجالية اللبنانية أيضا، اللي حضرتك يمكن اخترت شريكة حياتك من هذه الجالية اللي كانت واقفة معاك وانت وقفت معاهم في مجالات كتير، اهتمامك بالكنيسة، اهتمامك بالقضايا. يمكن في مشروع حضرتك ابتديته، وعايز اقول للسادة المشاهدين وان كان ما تمش المشروع لكن فكرته راقية وفكر واعي، بتوين ما بين بلدية ماريفيل ومدينة 6 اكتوبر في الوطن الام مصر، وهو تبادل الخبرات، وان شباب من مصر ييجوا هنا بلدية ماريفيل تهتم بيهم وترعاهم عشان خاطر يتعرفوا على البلد، وفي ناس برضو يسافروا من هنا لمدينة 6 اكتوبر. وان كان لم يتم هذا المشروع لكن برضو كلمنا عن الفكرة وايه اللي كنت عايز حضرتك توصل له. يمكن في يوم من الايام مع التطور اللي احنا شايفينه في مصر يمكن نوصل ان احنا نطبق المشروع ده في يوم من الايام. هو المشروع ده انا لما دخلت وعرفت ان احنا عاملين سيستر سيتي مع اليونان، بلاد في اليونان، وسيستر سيتي مع بلاد في ايطاليا، وسيستر سيتي مع بلاد في فيتنام،
قلت طب مصر ليه كمان احنا ما نعملش سيستر سيتي معاهم؟ فاتصلنا بدمنهور وبعتنا لهم وردوا علينا قالوا لنا اوكي اوكي. الميزه في حكايه السيستر سيتي ان هي احنا بنجيب شباب من مصر 2 3 4 5 ماركفيل هم بس يوصلوا سيدني، احنا حكومة ماركفيل نتولاهم من البيات لكل حاجة جدا، ندخل لو هم لسه في المدرسة نودوهم نوريهم المدارس ازاي، هنا هو 3 4 ايام في المدارس نفرجهم الحاجات كل حاجة في استراليا عشان ينزل مصر يحاول يعمل منها. لو هو في الجامعة نفس الحكاية، يعني ما كانش هيكلف اي حد اي حاجه تاني غير يعني مش هكلف الدوله خالص، مش هكلف الدوله اي حاجه خالص. وبعتوا لنا في دمنهور ورحت انا مضيت معاهم سوري مش في 6 اكتوبر رحت 6 اكتوبر ومضينا معاهم وكل حاجه، وجينا بقى في التنفيذ بس للاسف ما طلعش تنفيذ مصر. يا ريت في يوم من الايام نقدر نعملها، لان دي بجد بتنفع الشباب عندنا يجي ويشوف ازاي الشباب اللي زيه عايش في استراليا بتاع، واحنا كنا هنتولاهم من البيات للاكل لكل حاجه كومبليتلي لمده اسبوعين نوريهم بتاع يعني، واحنا كنا برضو هنبعت شباب من عندنا عشان يشوف كده، بس للاسف ان ما تعملش. وكان هينفع في التجاره برضو، يعني كان ممكن اي حد بيصدر في 6 اكتوبر كان هنا ممكن يستوردوا منه، ونفس اي حد بيستورد كان ممكن يستورد، يعني كانت هتشجع، كان في تبادل خبرات وتبادل مصالح، خبرات وكل حاجه، بس للاسف ان ما حصلتش. اتمنى ان هذا المشروع يخرج للنور، واعتقد ان وزاره الهجره وعلى راسها معالي السفيره نبيله مكرم مهتميه جدا بالمصريين في الخارج، واعتقد ممكن تتولى هذه الفكره. الاستاذ موريس حنا عمده بلديه ماركفيل السابق، بشكر وجودك معايا النهاردة في حلقة شخصيات مضيئة، بشكر عطائك لبلدية ماركفيل، بشكر عطائك للجالية المصرية، بشكر عطائك للكنيسة. بنتمنى لحضرتك ولعيلتك المباركة كل نجاح وتقدم، واسكن في صلواتك. مرسي قوي يا دكتور، بجد أنا أشكرك جدا على تعبك ومجيئك النهاردة عشان نعمل الانترفيو ده، وانت هنا بتقدم حاجات بجد الجالية لازم تشكرك جدا عليها، مش من ناحية الانترفيو بتاعنا ولا حاجات كتيرة بتجيبها لنا بتوريها لنا في قناة أغابي ما بنشوفهاش في حد. نشكرك على تعبك جدا. شكرا دكتور. مشاهدينا النهاردة كنت مع حضراتكم في حلقة جديدة من شخصيات مضيئة، والتقيت بأيقونة مصرية ناجحة في المجتمع الأسترالي الأستاذ موريس حنا عمدة بلدية ماركفيل السابق. الحقيقة زي ما شفنا من خلال لقائنا مع عمدة بلدية ماركفيل السابق قد إيه قصة نجاح وكفاح يمكن قدم للمجتمع الأسترالي وقدم للمجتمع المصري وقدم للجالية العربية خدمات كثيرة، قدم أيضا للكنيسة من وقته ومن خبرته. بنشكر متابعتكم لهذه الحلقة من شخصيات مضيئة، وعلى أمل اللقاء بحضراتكم في حلقات قادمة. أجمل أمنيات من فريق العمل، وإلى اللقاء. I'm not afraid.